أميمو وعلى سلامتك ومرحبا بك في تركيا، مرحبا بك في إسطنبول. ميمو لا فامي، رحنا في المطار ديال إسطنبول. سميمو كيجي كتشكي والله لا دخلت انا ما كنفش المهم من فوتو اربع سوايع بزاف. المهم لا فامي، فوتو الكونترول تاع الباسبورات نكملوا لكم. حنا عاد دايخين وهذا الشيء حنا عمرنا شفنا، كنا نشوفوا غير في التلفازه، كنت تنشوفوا في ناسيونال جيوغرافي هذاك الشيء تاع البوليس والديوانه. المهم الخوت رحنا في الديوانه نصور هذاك الشيء بلا ما يبان، راه كعروا معنا باش ندخلوا، ولكن احنا كنحاولوا نرونجيو القضيه على حساب الباسبور، حيت كان لك 4 شهور واش فهمت الخوت. دابا مع على حساب الباسبور راه مدايرين معنا هكا. المهم غادي ان شاء الله نتفاريوها بالفلوس. والخوت رحنا هنايا عندهم داخل راهم كيشوفوا، هما راه في الاول بغاو يرجعوا حيت قال لك الباسبور خصو 6 شهور. المهم حنا نشوفوا كيفاش نتفاريوها. الدري راه كيهضر العربيه، ما حنا ما كنفهمو لا لونجلي لا تركي. نشوفو واش نقدرو نديرو شي بلان، خلصو شي مخالفه مع السبيون، قال لنا هضره وانا هضره. المهم تنخرجو ان شاء الله الى كتابو نهضرو معاه. هنا الخوت كما كتشوفو تابعت السيده اللي خدام في الديوانه باش مشي يصرف هاد الاورو الليره باش نقدرو نخلصو ديك الغرامه الماليه اللي دارو لنا باش الوالد يقدر يدخل لتركيا. هانتوما انا لقيتوني تابعو. المهم الخوت صيفطو لنا واحد هانتوما باش نصرفو، وحنا غادي نرجعو لابوز ديال البوليس باش غادي نخلصوهم، عاد غادي نخليو الوالد يدخل، غادي باش تعلمو الباسبور ديالو ما تخليوش تيموت. هانتوما الخوت هاهي عطانا الفيزا والباسبور، ردي على ميمون راه مشادين تما الخوت، غادي نصور لكم بلا عفرش، غاتموتو في الضحك. شوزا تسمع هاكا سيدي على سلامتك، لا تلقس ريحك. شنو؟ ها الفيزا. مرحبا بك. هادي فيزا. واه. واش تدير اللي فيه؟ هاك سيدي في التدويره. شنو في الدور؟ شو؟ على سلامتك. الله ينعل جدهم انا الدوري. الوالد بقى تيغي 120 اورو. ما شافشكم بيتونا هنايا وصيفطونا الصباح ريفول. هما الخوت رحنا غاديين. هلا راح نملى 33 غير يلاه. على سلامتنا الخوت، درك عاد غادي نخرجوا. الخوت على سلامتنا، وهادو هما المغامرات، واش غادي دير؟ ها انتم حنا الاخرين، والله الا حنا التوال. عاد الدراري مسكر راهم يتسناونا هنا في المطار، تعطلنا عليهم. واه يلا ماشي مشكل، مرحبا بك لاسطنبول. رحبوا به البوليس ديال تركيا. رحبوا بيا من كرموك. كتخلص. هاك شحال تقول؟ شحال الفلوس عندهم؟ بعدا شوف فلوس، ولكن هذا ما دير لك والو. فلوس دايره هاي 500 درهم الخوت. شنو كيدير هو الخوت؟ ما عرفناش حتى الخرجه الخوت، بقينا غير انا ويا في هذا المطار، هذا في المطار السعيد. راه مازال نفوتوا في الديوانين. لا صاحبي ما بغي نفوتوا في الديوان. اول صاحبي رحنا خرجنا. سالي هو الدري مني تسنانا حدا 12. يلا يلا شي الحديد شوف. هات تركيا. مرحبا بك السي ميمو، انا جيت الكارطه فوالا. مرحبا بك في اسطنبول. مرحبا بك في اسطنبول. والله الا داكشي بحال المغرب عندهم الرواج هنا. وصلنا هو السيد تعرض لنا، مصور فوتوغراف والده، هو السيد اللي هز لنا الباكاج. المهم هذه اسطنبول داكشي ديال بحال المغرب، شوفوا من هنا شوف الكيران وداكشي عالم، عاد نشوف في شكل السي ميمو. انت ترحب، انتم الخوت اجل انتم فاميمون كي جاتك راه غادي نخرجوا صافي. فاميمون الخوت احنا وصلنا. شكرا. نحن دابا في اسطنبول. انت ميمون سي ميمون عز انت سي مصور. ايوا كي جاتك الامور في تركيا؟ مالك مخلوع الواليد؟ راه مخلوع ميمون، راه مخلوع. شوف لا فامي، دابا رحنا هنا في السونتر ديال اسطنبول. ترى كبيرة اسطنبول تبارك الله، قال لك فيها أكثر من 20 مليون. ترى قال لك اسطنبول فيها أكثر من 20 مليون. 25 تبارك الله. المهم شو دابا غادي يعطيونا السمية، خلينا قد المغرب يعطيونا السمية ديال لوطيل، غادي يمشي يحط الحوايج ونضربوا شي دورة خفيفة نقصيو. راه ميتين مشى، راه ما كاينش من
شو ترى نفس كل شوف غير في المسلسلات تلا قلبوا على على على, على فريدة أقلبوا على فريدة ولا نوبي ولا يلا قلبوا عليها روح روح ما بيقول وما زلت سايق لحد من الطاكسي صافي بدو عيطوا لك الناس أصلي ما أنت لا سوريا أنا تبارك الله على السوريا تبارك الله على السوريا السلام عليكم كاملين كيف الحال مزيان غدا ان شاء الله يلا زينا نمشيو للطاب نمشيو نرتاحوا شويه بكره تيجي واحد غدا ان شاء الله تيجي بكره تنساليو حتى بالسوريا راه ما عرضوا عليك تقهوى تعشى واش بغيت انا خصني نمشي نحط الحوايج تاع لوطيل الخوت عاد غدا ان شاء الله نضربوا دوره ونتلاقاو بكم كاملين امي مرو كيت سهله يلا حطوا الطاكسي سبقوا كيعيطوا له قال له وين نحسن لك كذا المهم لا فامي لوطيل هو احنا داخلين سير 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 المهم الخوت غادي نحطوا الحوايج غادي يطلع يورينا ونمشيو نتعشاو ياك اول مره ناكل شي حاجه تركيه ما يديني على ديك المثل اللي انت كليت على لا صاحبي نشوف شي حاجه زينه الشاور واش قلت لك الشاور ما تعس باليوم الشاور ما تعنا هو الاصلي المهم الخوت انتم راه اللي مصورنا 100 ديمي كانوا غادي يردوه لنا اليوم شفت اللقطه اللي مرت كاع انا قال لي صافي انت دوز هو قال له رجع تحط الحويجات ديالك يا سيدي انا بقا نقصيو باش غدا نكونوا اليس ياك كيفاش الطاكسي بعدا الطاكسي عقلت فعلا ملي طلعت من هذا راني تابعك يا سلام لا بونجور بالضبط اوكي هانت هات شي ناضي من هنا شوف هاي تشا تاني جيو نوريكم ريت بعدا روح رواح روح دير لنا واحد التور على الدار نبداو من هنا رواح يلا السي ميمون يلا يلا لي ميمون يلا 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 الحماس ورينا الطواليط يلا سير الطواليط هاد الدوش هذا طواليط هذا لا وهذا راه هذا راه مغالطين واقيلا هذا راه داك الصالون ديال الدار اصاحبي توا هو انا فرش لي غير هنا يا خويا انا روبيني تشو شو 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 زيد 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 وهنا لا لا عندك شي فلوس كذا لا زيد 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 انت شو الميكرون هذاك راه كفر فور انتم الخوت ها روح 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 الله تنديروا ديروها بلا ما نقول لك شو تفهم يا ولد اللي كيديروا المشاهير شو يديروا؟ نقز هذيك كيكز يلا واحد لا 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 عاد يلا لا يلا يلا بيمون ورينا ورينا تركيا هاي 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 با با زيد 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 نشوفو زيد 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 اوي هاي 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 الخوت غادي دركا نمشيو ونقصيو عاد غادي نجيو ونرتاحو صافي يلا نمشيو يلا الخوت عقلوا معانا باش تبناتي لا نسيت نمرة 1010 يلا نمشيو نقصيو ها من السوار جبتهم نمشيو ناكلو الخوط حنا ضايعين حنا ضايعين والله عندك داكشي اللي كاين في الطياره ما كاين شي حاجه والله ما اخوتها منا دوك ما كانش اول مره نشوف ما كانش الزيرو درت العيل واش هذا كان داير الزيرو ها فين لا هذيك سته نديرو ناقص واحد اخوتها واش نديرو قبلوا علينا راه حنا نتعلموا انا ما عرفتش او راه يطلع له هو ما فهمتش راه يدور غير في بلاصتو واش كاين يا حبقينا هنا والله الا راه غادي بينا والله الا راهي غادي بينا الخوت والله راه غادي بينا الخوت وما عارفينش ما كانش الزيرو لا 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 ما تبطاش حل حل سلا سلا واش كنا غير هنا لا كنا شوف هنا 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 خرجنا اليوم أنا وياك مقابرة لا لا هذه ديال الفطور الى نطلع على رجلينا نشوفو
هلا طلع 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 ويلي شو هالخوت ويلي هاد لوطيل شحال فيه الطبقة والله يله منا تبقينا طالعين هابطين ما عرفناش عادي مازال ما خرجناش تم اللوطيل غطي الموقع عطي الدبوس نمشي ناكلو ناكلو شي المهم الخوت خويا السوري هو ما بانش معانا وقيل في البلوك تحيه لنا سوريا الله يرزقك در معانا تسمر وقولوا يتسنى له راه هو اللي كيصورنا البلوك تاع يوتيوب وانا راه زايد عاد هذا المهم الخوت امشي قص شي حاجه احنا ميتين بالسوء انا شو ما نزيدش نهضر تناك صافي مو صافي عينيه كاع مشى تقلبوا فامي مو مالك غير مخلع والله لا غير مخلع على الخوت شي كايدير ادي ادي رجاج على الخوت خصنا نمشي ندبر له شي ريستوران الله خصنا نعتقو هذا ماشي هو المسجد مسجد تقسيم هذا هو المسجد الكبير تاع اسطنبول لا ماشي هذا المسجد الكبير ميدان تقسيم وين هو ذاك المسجد الكبير اللي معروف هنا في اسطنبول المسجد الكبير بشامل جامع مسجد شامل جامع شو سبحان الله قدام هو ذاك يصليو فيه؟ يصليو فيه اكيد خصنا نجيو نصليو الجرف هذا الجامع هذا والله يا مصباح هذا اردوغان وقت كان رئيس بلديه اسطنبول قول الخوت انا احسن حاجه عجبني هو هذا المسجد هذا والله ما كرهت نوض نصلي له بجر ونمشيو نصليو فيه والله ترى شي كبير واحد سحبت ذاك المسجد اللي معروف كبير ماشي هذا يعني راه تبارك الله تركيا فيها المساجد شوفوا قداش شوف والله الا بغيت ندخل نجي نصلي فيه ان شاء الله الفجر الا كثر انتم الخوت كنت نخلصك ها انت تصلي الفجر وانا عجبني المسجد انتم الخوت هذه البلاصه بحال نقولوا حي شعبي سميتو تقسيم هذه تقسيم ها انتم الخوت هذه البلاصه حي شعبي ما صحاب الشاورما شت لا لا معروف هذا لاصو الشاورما ها الرواج اميمون هذا هو الشاورما الدارجين شوف تمدوه كاع نمشيو للدار والله تتعاود هذه اللي قلت له درك واش كاين شي حوت كاين شي بطاطا لا قلت خرا كاين شي كرعين كرعين واش غتناكل انا قال غير الحلوه قلت له غير الحلوه والله الخوتي لا غير الحلوه هذيك البقلاوه هنا هي اللي كاينه خصنا نشوفوا ما نقصيو ها انتم فيهم مطعم شاورما يلا مش مشيو له خذ انا الشاورما غير كنت مو نخد خذ لهذا الريستوره مي مره غير شي ما فهم والو غنديرو شي بلا الخوت دي بانيو بيرا دابا كلشي روطار كلشي ساد كاين غير هادو تاع الشاورما الخوت كنا غير نطلب والله ما فهمنا شي حاجه كنا غير بالتصاور كنشوف ها اودي حنا ما يصلح لنا شخص هاد العالم هذا كنا كنشوفو غير التصاور طلبنا واحد الحريره وطلبنا واحد البلا هنا كان كيديرو محمود كان كيديرو الخلود والله يلها هاد البلا هذا كان كيديروا محمود الخلود كانوا ياكلوا صافي طلبنا له هادو والحريره ابا يمتى يجي وغادي نشوفوا داك الشيء حنا اللي جا مرحبا به واش راك باغي قبيله الكرعين واش باغي عندهم كرعين ما عندهم دجاج دوك الخضر حنا كنتسلاو الماكله هنا بحال نقولوا عندهم الشاورما يا الشاورما هو الشاورما بجميع الطريقات المبخر المشوي المقلي والله خوت ما عرف واش طلبنا المهم تيجي داك الشيء يقول التذوق انتم الخوت ميمون طلب حريره تركيه واش حريره والله بيصاره والله ما عرفت ها وانا الشاورما تبديت فيها خوت جات الشاورما ما بيه هانتوما هذا هو اللي كنشوف والله الا هذا هو اللي كنشوف في المسلسلات ها كفته الروز ومطيشه الخوت ها الهريسه تركيه سيمون بصحتك انت كون نتفرج في مسلسل تركي والله المهم الخوت كليمه صافي دابا حنا غادي نمشيو للوطيل كيما صافي جاب الكاوي المهم قال لي ما تهضرش معايا ما تزيدش عاد تشوف فيا واحد الحاجه حتى الخوت هنايا هنا نسى عاد شي شو داك الشيء يعني اشكال عندهم شي حتى تقاليد حتى هما والله الا اعلم لوطيل لا لا زيد وقيلا هنايا المهم الخوت راح نشوفوا دابا لوط اودي ماشي هنايا ايه مش له منا والله زيد زيد راه عاد قدام
جاب الله قلت لك دخل دخل خطرة هي دخل شو كي ندير له في سكايفين كل شيء هو قام الدمج دخل شو شكات جبان دخل شو شو شكاين شي حاجة تنبشت بالله سنة هذيك الريدو ما يطيحش ولا القيلة يطيح راك يبان كل شيء طيب شبيت تخلص ها ها هانت هاني دبرت عليك وش يلا تسلى يلا ودحهم ودحهم سبحان الخير صافي عيا ما غاديش نقول لشي حاجة لخوت المهم لا فامي نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو صافي غادي نحبسو باش ما نطولش عليكم عاود غدا فلوق جديد البارتي 3 ان شاء الله نتاع اسطنبول اللي غادي نمشيو للكلينيك دا غادي يدير ريفيزي الميمون مشيو نشوفو اسطنبول بالنهار دابا راكم نتوما شفتوها بالليل فوالا ها هي بالليل نتوما غادي غدا نشوفوها بالنهار نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو ان شاء الله الخوت سمحوا لنا شفتونا شويه مستريسين راه السفاره ملي سافرنا شي بلاد بحال هكا والله راكم شفتو راه الحمد لله المهم وصلنا على خير وهادو ما تسافيرات راه لما دوزت بحال هكا راه ماشي يمكن تسافير ماشي تسافير غادي كل شيء تسهل لك راه ديما تلقى شي شويه تاع الصعوبات ولكن الحلاوه ديال التسافيره نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو حتى الفلوق الجاي ان شاء الله راني رجعنا لكم الفلوقات وما كاين غير الجديد اي لاف يو سو ماتش